close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما. معاكم جو من قناة ذا كرش بوي. خلاص احنا مبدئيا كده استقرينا على كرش بوي، لان كنت طالب منكم طبعا ان تقولوا لي اذا كان الاسم ده حلو ولا غيره، بس اغلبية الناس قالت لا خليك زي ما انت، الاسم مختلف وغريب شوية، ف يعني لي طعم لذيذ يعني. بس ف نوها طبعا كالعادة طالما منوراني واحنا بناكل في مطعم خارجي، ف جعانة كل شوية تنادي الناس ها فين الأكل فين الأكل، فتعبتنا معاها. وكالعادة مجوعني. احنا دلوقتي في مطعم اسمه باب شرق، يعني الناس بتشكر فيه، فاحنا جينا قلنا نشوف الشاورما بتاعته. يعني الناس بتشكر قوي في الشاورما بتاعته وفي منتجاته كلها، بس يعني بالأخص في الشاورما. فنشوف مين يا ماما؟ يا خرج شنو هذا؟ اهو اديكم شايفين اللي انا بتعامل معاه في التصوير يا جماعه. ده جزء بسيط جدا، ده جزء بسيط جدا، بس عامه هي نوها اكيله فعشان كده بستحملها. بس فاحنا حاليا مستنيين الاكل في مطعم باب شرق. هندوق ونقيم. باب شرقي، باب شرقي. الاكل نزل لنا. المنظر تحفه تحفه. لا والريحه لا اوريكم عن قرب، بس على الله ما اوقعش حاجه كالعاده. ده منظر الشاورما يا جماعه، وهميه وهميه تحفه. وهنا بطاطس، وهنا في فوق الصوصات. نوها كانت بتحاول تقلبني بس انا لحقت نفسي. شبه بتاعتك. هي اختها. بس عشان الترابيزه تقلب. نوها هتقرب لكم وهتقلب الترابيزه. طيب حراميه. ايوه هي دي. طيب تعالوا ندوق ونشوف. طبعا اللي هيخلص فينا هو الكسبان، اللي مش هيخلص كسبان تعمل فيه عقاب، انتوا اللي هتقولوه. انا مستحرم من جمال الرصه ان انا ابوظها، بس لازم. بص اللحمه نوها مش هتتكلم طبعا، انتوا كده هتبتدوا تعرفوا نوها اكتر في لما تكون جعانه. نحط عليها حتة اللحمة. الصوصات اللي معانا، ده صوص تومية سبايسي، وفي تومية وفي طحينة. ده التومية، ده صوص التومية، وفي معانا طحينة برضو. هم عاملين كمان المكان بتاعها الصوصات زي ما انتم شايفين، ليها مكان بتنزل في العلبة، فلطيفة. اهم حاجه ما تقلبيش الترابيزه عشان انت كل امه بقلب الترابيزه. ودي الطحينه. يلا بينا بقى. ايه انا وريتكم، شوف البطاطس بتاعتهم. شوف طعمها حلو. بطاطس بالملح يعني، ما فيهاش توابل. دول حاطين عيش ناشف عليه، غالبا ده صويا تقريبا. ده عيش مقرمش وغالبا حاطين عليه صويا. هندوق ونشوف. ده عسل. عسل صح؟ العيش ده عليه عسل وطعمه لذيذ. دوقي كده واكدي لي ان ده عسل، عسل اسود. عسل اسود بس حلو، ميكس حلو ولذيذ. ده كده الوجبتين دول كام قطعة؟ 56 قطعة. 8 سندوتشات الوجبتين، 8 سندوتشات. أنا ما دقتش بقى لسه الشاورما بالصوصات. حلوة أوي. إيه ده؟ سرق مني. البطاطس جميلة. دقتي العيش اللي بال
اللي يكسب طبعا لازم يخلص كل اللي قدامه ده، البوكس ده كله لازم يخلص. انت الشاورما اللحمه ولا الفراخ اللي عجبتك اكتر؟ الاثنين حلوين قوي. بصوا دي تحفه تحفه. ادوا انا وهي معايا زي يعني. تعالوا ندوق بالتوميه السبايسي. ما جابش توميه سبايسي، انا كمان ليه عايز اجرب الشاورما دي بالتوميه السبايسي. طعمها تحفه بجد. لا جامدين باب شرقي دول جامدين. زغواصه مش محتاج اقول لكم بعد كده. طيب التوميه السبايسي للناس اللي بتحب السبايسي A1 10 على 10 كده. نوها ما بتحبش السبايسي ف ما طلبتهاش. تعالوا نجرب كده بطاطس بقى بالتوميه السبايسي دي. انا حاسه ان الشاورما بتاعتها سبايسي. جميله جميله. بصوا بقى ايه التوميه السبايسي مع البطاطس والشاورما جميله. انا هدوس شويه بقى عشان ايه واضح ان نوها سبقتني في الاكل. بس هي نوها لما تبقى جعانه لا هتلاقوا فيها روح المحارب كده زي حسام لما يبقى هيخسر بتلاقوه شد حيله. يلا انا هشد انا كمان. بس والله حابب اوريكم يعني انا المنظر يا جماعه. المنظر منظر جميل. المنظر جميل. نوها بتقلبني. شفتوا بقى اللي حصل من تحت لتحت ده لما قمت اوريكم قلبت مني قطعه شاورما. بس بفضل الله رجعت الوطن امنه. طب انا لا هذا ما تكتب ما تكتب ما تكتب. الراجل واحنا بنطلب عمال يسالنا ايوه يعني انتوا عايزين واحده وتقسموها انتوا الاثنين. بصوا 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 الحته دي تقع. اول حته دي تقع. اول حته دي تقع. اول مره اضحك عليها. مين فينا هيقدر يخلص؟ اكتبوا لنا في الكومنتات تحت. انا مخلص تقريبا النص ومنها مخلصه التلت. لسه بدري يعني. بص هوريكم انا ايه انا وصلت لايه ونوها لسه. لا طحينه حلو ده. الفكره كمان ان انا لازم اخلص العيش ده عشان اكسب وده كتير قوي. حاول باكله في النص كده. بصوا ده عسل اسود اللي على العيش ده. انا بحاول اخلص من العيش عشان لو شبعت وجيت اكله في الاخر هقفل منه فبخلصه في الاول او في النص. لا حرام عليك العيش. انتي معفيه من العيش والبطاطس. والله الاكل حراق. والله الاكل حامي. نوها عندها مشكله مع الحامي طبعا انتوا عارفين. نرجع للشاورما تاني. نجرب بقى ايه دي الشاورما لحمه دي على اصولها بقى بالطحينه. ده كده اصول الشاورما.
حامية جدا. هو كده عايزة تستسلم. هي غصب عني حامية، أعمل إيه؟ على فكرة فاضل لي أربع حتت بس في اللحمة، بس مش قادر حامية قوي. لا بس ما شاء الله نهى شد حيلها. حامية أنا لسه جعانة. طب يلا. ما أنا لسه جعانة بس. عايز توقفي من هنا؟ مش عايزة أوقف، أنا لسه جعانة. ارجع للصوص السبايسي بتاعي على عشق. طبعا مبسوط. انا هجيب على كده مخصوص عشان التوميه السبايسي دي بجد. ولا حد واخد باله مني. انا بقى انا وراهم لحد ما ادخلهم العشه. مقطعين عليها لحمة ازاي؟ جميلة جميلة بجد. حلو ندوق كده اللحمة لوحدها من غير العيش. ايه ده؟ طعم التتبيلة كلها بقى عشان من غير العيش ومن غير التومية ومن غير المخلل والبقدونس والكلام ده كله، طعمها لوحدها عالمي. لا 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 بجد المطعم ده ارجحه جدا لأي حد نفسه ياكل شاورما. البوكس ده بالذات، البوكس ده جميل. الفراخ مش قوي. واتنين يدبوا فيه، اتنين اكيله يدبوا فيه جامد يعني. بس لا بجد ما شاء الله ده انا مخلصه قدي تقريبا. انت بتودي الاكل فين؟ بتخبيه في حته؟ انت كلتي بجد كده؟ لا طب كده بقى نعد نهى ناقص لها قد ايه وناقص لها قد ايه عشان العدد متقارب. انا جعانه وبحب الشاورما. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. انا فاضل لي 11 حته. لا ثانيه من عندي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في الفتة اهي 10. ما قدك بس الاكل. ايه ده انا فاضل لي 11. انت عمال توريهم وانا باكل. انت عمال تعمل كده وتوريهم. انا ممكن اخسر والبتنجان. لا انا مش هتكلم تاني. انا مش هتكلم تاني. لو نوع خلصت الكلام ده كله بلس العقاب اللي انتوا هتعملوه فيا، في عقاب مني ان انا اللي هحاسب على الاوردر كله. احنا لازم احاسب. ماشي ده اوفر تاني لنهى انها لما تخلص من غير العيش. بالنسبه ان هو سبايسي لا ده حاجه اكسترا مني. دي حاجه سبايسي؟ اكسترا مني ومش هرجع فيها. لا انا بقول دي حاجه اكسترا مني ان انا اللي هحاسب بلس العقاب اللي انتوا هتكتبوه لو نوع خلصت. حتى لو انا خلصت ونوع خلصت هتنفذوا عليا عقاب زائد ان انا هدفع حساب الاكل ده. الاكل حامي مش هتخلص عني. مش هتخلص خلاص انا حاسسها. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. انتي ازاي؟ دي مش بني ادمه.
دي مش بني ادمه نوها هتاكلني والله العظيم شويه وهتاكلني. يا نهار اخضر تاخد دي ولا اكون هنا اهوص ده حصلت كل حاجه خدي جملتها هنا عايز ابلع. انا مش مرتاح لك. انت واخده ايه؟ انت ضربه ايه والله العظيم؟ انا حاسس انها هربله في بطني وهي عماله. ما شاء الله ما شاء الله. انت ما شفتش امبارح عملت فيك ايه؟ لا 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 والله العظيم خفت منها. ترميلي بطاطس هنا. اوسخ من كده مفيش. اوسخ من كده مفيش. عمري ما شفت اوسخ من كده. عمري ما شفت اوسخ من كده. انا كده فيها البطاطس معفيه عندي. خد عيش كمان اهو. شفتوا هي عملت ايه دلوقتي؟ انت شكلك هتصيري شاورما واشتغلتيني. بحب الاثنين. خد راجع الفيديو كله واحده واحده. طب انتوا قولوا لي. بص انا بقول انتوا قولوا لي ارجع ايه؟ اوقف الفيديو دلوقتي وراجعه. شكرا. النجدة وصلت عشان نبلع. مبدئيا انا خلصت. لا معلش لا ثواني وانا كمان خلصت ثواني. ده اللي فاضل هنا ده العيش. في شوية بطاطس هنا هاكلهم دلوقتي مع البيبسي كده. ما فيش شاورما خالص. تمام وضحت. اوكي ده بالنسبة لنا. هخلص البطاطس واوريكم. ما توريهم. انا خلصت. اخر لقمة اخر قطمة اهي. انا اوريدي خلصت. بس بصراحة كلنا نوقف كل حاجة سقف النهى. هقولك على حاجة بجد والله ماشي عزيز. قبل ما تخلص البطاطس هكون بصراحة لا هو مبسوط يا حسام؟ مبسوط باللي بيحصل فيك؟ فضحتني. خد بس اخد رفعتهم اللي هما الايه؟ الصابونين. خلاص الايه؟ بكده نوها النهارده تكون اتعافت من الحساب وانا اللي شربت. وهنزل احاسب تحت بعد كده. اتصل بيا في التحديات الصعبه اللي انت ما تقدرش تخلصها تجيب ان انا اخلصها. الحمد لله مخلص اكتر منك بكتير. معنى انا مخلصت قبلك. انت لسه في بطاطس اهو. انت ما اكلتيش البطاطس خالص. لا انت قلت لي انت معفيه من الضرايب من البطاطس. حرام عليكي حرام عليكي اللي بتعمليه فيا ده. والله ما احط حاجه في بطاطس. والله بطبقت في بطاطس. لا ده في بطاطس. لا ثواني اوريهم طبقك انت. اتفضلي. لا ثواني بص البطاطس دي غطت تحت العيش اهي. لا ثواني اهي انا هوريهم اهو اهو. طب اهو انا سبت البطاطس يا جماعه اهي اهي اهو. عايز بص عايز اشتغليهم اهو والله. بصوا بصوا سايبه بقى دي على فكره واضحه. لا ثواني هنزل لهم. ثواني هنزل لهم بس. هو اللي قال ان انا شغاله يعني معفيه من البطاطس وال نصابه. لا معلش اي كلام.
مش عايز توضح خلاص. اي كلام بس خلاص. انا شهادة حق كل اصحابك اللي طلعوا معاك في الفيديوهات قدوا كده؟ لا بصراحة لا بصراحة لا. هتتصل بعد كده بيا في الفيديوهات الايه الصعبة، اطلع معاك في الفيديوهات الصعبة. انا خلصت كل حاجه، ما سبتش غير العيش. نهى برافو عليها، خلصت الشاورما كلها، سابت العيش والبطاطس وحتتين شاورما كده قالت انهم فاضيين بس هنعديها. بس يا ريت لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب ومفعل جرس التنبيهات، عشان النهارده احنا تعبنا جامد. انا النهارده انت خسرت. انا ما خسرتش، انا خلصت. هي مصممه ان انا اخسر. ممكن طب تقولوا كده هو انا خسرت ولا لا؟ يعني صاحب القناه انتوا فادحه، انتوا شايفين الوضع ايه؟ بس فاكتبوا هل انا كده كسبت ولا خسرت، وهي كسبت ولا خسرت. عمري ما نصبت، عمري ما نصبت في اي تحدي طبعا. بس وان شاء الله نشوفكم فيديوهات قادمه مع نهى لما نشوف بقى، عشان اوريكم الفيديو اللي جاي اللي هتطلع معايا فيه. عايزين تحدي كده 30 40 سنه. همحيها همحيها بجد. بس واشوفكم على خير في فيديو جديد، وكان معكم جو ذا كيرش بوي. سلام.